مناظرة إياس وقاض بدمشق. دخل إياس دمشق وهو ما يزال غلاما، فاختلف مع شيخ من أهل دمشق في حق من الحقوق، ولما يأس من إقناعه بالحجة دعاه إلى القضاء. فلما صارا بين يدي القاضي احتد إياس ورفع صوته على خصمه، فقال له القاضي: اخفض صوتك يا غلام، فإن خصمك شيخ كبير السن والقدر. فقال إياس: ولكن الحق أكبر منه. فغضب القاضي وقال: اسكت. فقال الفتى: ومن ينطق بحجتي إذا سكت؟ فازداد القاضي غضبا وقال: ما أراك تقول منذ دخلت مجلس القضاء إلا باطلا. فقال إياس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحق هذا أم باطل؟ فهدأ القاضي وقال: حق ورب الكعبة حق.